صباح الخير. النهاردة الفيديو بتاعنا عن أول قاعدة لست الرولز، وهنتكلم النهاردة على المرحلة اللي قبل الجواز، وهنعمل واحد تاني للمرحلة اللي بعد الجواز وللست المتجوزة. بس خلينا نفتكر الكلام اللي احنا قلناه على ست الرولز، وقلنا ان اهم شيء كان بيميزها هي انها واثقه من نفسها جدا جدا، وان هي سعيده ومشغوله على رغم وجود مشاكل، وكمان مشغوله بحاجات كتير قوي وبجوانب كتير قوي في حياتها، مش مركزه على جانب واحد بس، ومش مخليه الجانب ده يكون محور لحياتها. فبالتالي هي ما بتجريش ورا حد، ولا مستنيه حد يكملها او يديها ثقه في نفسها، وما عندهاش يأس. يعني لما بتبقى عايزة تحقق حلم عندها ما بتيأس ان هي تحققه، حتى لو طالت الفترة والمدة، لان هي عارفة ان لو هي حققته دلوقتي وصممت، ممكن جدا ما يديهاش اشباع وما يديهاش المتعة اللي هي عايزاها، ويبقى اشباع مؤقت بس، على عكس ان هي لو استنت شوية ممكن تحقق اللي هي نفسها فيه بالطريقة اللي هي عايزاها. طبعا حلم كل واحدة فينا الأساسي هو إن هي ترتبط بشخص مناسب ليها، وإن هي تكمل معاه حياتها وتشاركه أحلامها وتشاركه مشاعرها وعواطفها، لأن دي غريزة طبيعية فينا، وكل ست فينا بتحلم بده، حتى لو هي بتشتغل شاطرة في شغلها، عندها دراسة، أي لو عندها حتى أي جانب تاني في حياتها بيميزها برضو بتحلم بده. بس للأسف ناس كتير مننا بتروح يا إما تركز على الموضوع ده بس، يا إما تروح الناحية التانية خالص وتهرب بالجانب التاني المميز عندها ده، وتقول أنا مش عايزة أتجوز. خليكي طبيعية وسيبي الأمور تاخد برضو مجراها الطبيعي، حلمك هيتحقق، ومش عيب أبدا إنك نفسك تتجوزي وإنك تكملي حياتك، لأن زي ما قلت دي غريزة طبيعية فينا كلنا، لأنك عايزة تبني أسرة وعايزة تربي ولادك وعايزة تبقي سعيدة وحد يشاركك كل حياتك. خليكي مختلفة، فكري بطريقة مختلفة، ودي أول قاعدة لينا. خليكي ست غير كل ست، مش مطلوب منك أي شيء غريب، مطلوب منك أنك تكوني نفسك، تكوني شخصيتك، ما تكونيش حد تاني، ولا برضو تكوني راجل عشان تجذبي ناس معينة ليكي. اتعاملي بطريقتك الستاتي، اهتمي بشكلك، اهتمي بجواكي في ايه، وهو ده اللي احنا هنركز عليه. القواعد اللي احنا هناخدها هتركز على الشكل الخارجي وكمان على الداخل، وهتركز على علاقتك بالشخص اللي انت عايزة ترتبطي بيه، لان ده هيظبط كمان علاقاتك بالناس التانية. يبقى اسهل حاجة نبتدي بيها هي شكلك الخارجي، لانه عنوانك وبيدي مسج وبيدي رسائل لناس كتير قوي انت عاملة ازاي من جواكي. هل انت منظمة مرتبة؟ هل انت بتحبي نفسك؟ لأنك لو بتحبي نفسك هتحبي دايما تكوني على أحسن وضع وأحسن حال، وهتهتمي وتحافظي جدا على نفسك. خليكي متفتحة جدا ومرنة وفي حالة ذهنية حلوة، علشان تبقي سعيدة أكتر وما يبقاش عندك يأس، وتحققي كل أحلامك، وكمان ترتبطي بالشخص اللي يستهلك ويشوف فيكي الجوانب الحلوة، بدل ما يشوف المشاكل والشكوى ودور الضحية اللي ساعات كتير قوي احنا بنلعبه علشان نجذب الناس لينا. اشوفكم المرة الجاية في القاعدة التانية. باي باي.